ولكن منصورة، ولكن منصورة تريد أن يضع اسمها على قائمة الفائزين والمتصدرين لهذا الشوط القمة في شوط القمم، شوط تعشقه الهمم. يا سلام، هذه منصورة مشاهدينا الأعزاء، والسعدية خطيرة، ودرع درعة 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 درعة، يا سلام درعة. وأيضا من هناك صيادة، صيادة تصطاد ناموس الشوط الأول الرئيسي، ومنصورة تحاول البقاء. سلطان بن محمد الوهيبي يقدم عرض ممتاز في هذا المساء ويسابق نفسه بنفسه في هذا الشوط. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على هذا الفوز. منصورة 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 هي من تختطف ناموس الشوط الأول الرئيسي. بدون اي تعليمات، بدون اي اوامر، مشاهدينا الكرام، يسيطر العيدي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. يا سلام، الله الله الله، هنا الوصول والتقدم من مبعد مبعد مبعد، يصل ويتسلل على المركز الثاني لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. وهناك من الجانب الايمن يصل على المركز الثاني العريق لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، كلها عند سلطان بن محمد الوهيبي. هذا هو مشاهدينا الكرام، القحيدي يصل على المركز الأول ويحل على المركز الثاني العريق، ويأتي ثالثا مبعد، كلها مملوكة. الوجبة 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 ومنوه، ولكن وصلت الجزيرة، الجزيرة أم الرمود. الله، تسللي الجزيرة، تسللي الجزيرة، صاحبة كأس اللقايا في ميدان المرموم تتواجد أيضا بالانطلاق، وصاحبة الرمز بميدان الشحنية بالشوط الأول. سلام الجزيرة، سلام سلام وتحية واحترام لهذا الشعار، الشعار الذي يتواجد ويعانق ظهر الجزيرة من وصلت إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس الثاني للزفة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. العصا دوس، ما تحركت العصا ابدا ابدا، مع الشجاع وخبره في التضمير بالفعل بالفعل بالفعل، صدقت ابو خميس عنده خبره هذا المضمر. يا سلام، اذا هجن الرياسه التابعه لدوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه، يبدو بان الشوط خلاص قفل عليه الشجاع، وبدون اي تعليمات بدون اي اوامر، ما اطلق عليه بالمقارح هذا الاسم الا لعلمه بامكانياته ومقدرته. تهانينا القلبيه، تهانينا القلبية لهجن الرئاسة في المملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإلى المضمر راشد بن بخيت بن مقارح الشجاع ينتزع ناموس الشوط. تهانينا والناموس المركز الثاني. عجلة خليفة الثاني. وهناك من الجانب الأيمن العنود، الله، الوجبة الوجبة، السعدية العنود غيرت السعدية، السعدية يسعد صباحك ومساءك يا أبو خالد. الله الله الله، ولكن العنود 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 عنود الصيد صادتني هناك من الجانب الأيمن، ولكن الله، شوف اللي وصلت، دوما 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 دوما، ألفت الأنظار للمركز الثالث، دوما وصلت. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بدوما، خلوني مع دوما يا جماعة، اسمحوا لي شوي مع دوما. يا سلام، دوما دوما دوما، دام عزك يا شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. المركز الثاني وصلت السعدية. يقدم الأسماء المميزة، وأيضا يقف برفقة هذا الشعار ويتواصل برفقة هذه الأسماء. المركز الثاني يتواجد السعدي، المركز الثالث هنالك أيضا تواجد الريان، جميعها مملوكة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وبتضمير عملاق المضمرين. ولكن وصل الضيف مع المركز الرابع، وصل المنتشي المملوك لصاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعود آل سعود مع
المركز الرابع، ولكن أتابع مع أول المراكز وأشاهد السعدي أو الريان. الريان العديد يا سلام، التهاني والتبريكات نزفالي مالك. مبطن حاملة الرقم 16 من تحتل المركز الثاني، ولكن الوجبة ولكن الوجبة ولكن الوجبة 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 لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. الشحانية 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 تغيرت الأمور، تبدلت الأمور. الشحانية وأيضا وأيضا هناك هوايل هوايل والشحانية والوجبة، ولكن الشحانية والوجبة وأيضا هناك هوايل 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 الشحانية هوايل هوايل والشحانية. المعركة طاحنة يا متابعين، يا سلام. هوايل الشحانية ولكن هوايل 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 تنتزع هذا ناموس تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وللمضمر سلطان. وهذا الأداء المتميز مشاهدينا الكرام، تهانينا للمرة السابعة على التوالي، للمرة السابعة على التوالي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على هذه الإنجازات وعلى هذه النقاط التي تتسجل معنا في هذه الأمسية التراثية. يا سلام، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على فوز الريان وتحقيقه بالمركز الأول في هذا الشوط. التهنئة لسلطان بن محمد الوهيبي، يستاهل يستاهل بو محمد على هذا الناموس المركز الثاني الوصول. وأنا سعدي لسعادة وهنالك الدوحة أيضا تعلن تواجدها مع المركز الثالث. الوجبة المملوكة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني الذهبي بعملية التضمير. هوايل والوجبة، الوجبة هوايل، ولكن غيرت هوايل، انطلقت لتواصل هذا الأداء الهائل مع أول المراكز. هوايل والوجبة قادمة، هوايل والوجبة، ولكن هوايل سلام، هوايل سلام، سلام وتحية احترام لمالك هذا الشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. وأيضا لك تحية سلطان بن محمد الوهيبي، من قدمت لنا هوايل وقدمت لنا الأسماء المميزة في هذه الفترة المساء. وأيضا ينتزع هذه النقطة الثمينة والقالية. الله حسمها حسمها، خلاص حسموها للريان، احسموها للريان. سلام من الشحانية إلى مدينة الريان وإلى الريان القديم وإلى الريان الجديد، وتهانينا لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم. يستاهل سعادة الشيخ جوعان، من قدم الأصايل، من اشترى وانتج، وأيضا حضر في هذه الميادين، من جد وجد ومن زرع حصد. هذا هو ركن من الفحول، فحول المستقبل ومن بنوك الانتاج، يدخل الى عالم التاريخ من خلال هذا الفوز والانفراد الكبير. وتوقيت مميز، توقيت خطير، يتحطم التوقيت ويفجر المفاجأة مشاهدينا. لهذه الأسماء، الله، هذا انطلاق جميل، انطلاق وسرعة وإمتاع وإبداع من قبل هذه الأسماء ومن قبل المضمرين الذين يقدمون لنا هذه الأسماء أيضا وتواجد القوة والإبداع. انطلقت السعدية، تواصلت السعدية والسعيد عملاق المضمرين، أو هنالك المشاقب محمد بن خالد العطية من يقدم لنا السعدية المملوكة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. السعدية إذا هي صاحبة الكلمة وصاحبة الناموس، ولحظة وصول خط النهاية معلنة الفوز والناموس. التبريكات لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، كما نهني. الكرام
سلطان بن محمد الهيبي العملاق ما يخلي هذه الحركات. يا سلام، الله الله الله، منوه 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 منوه، يا سلام. شوفوا 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 هذه منوه، تهانينا تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام، تهانينا ايها الاخوه. وكذلك ايضا حق مشروع لكل المضمرين، حق مشروع لكل المضمرين. الله، السعدية عادت عادت مرة أخرى، السعدية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني والوجبة كذلك. ولكن الله، منوه منوه منوه، تحققت أمانيك يا سلطان، تحققت أمانيك. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مالك هذه الشرد. المري، ولكن شاهد يا من تشاهد المركز الثاني، وصلت منصورة على ثاني المراكز. الله يا منصورة، أتت باحثة عن النصر وعن الانتصار. مملوكة سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني برفقة السلطان بن محمد الوهيبي. ولكن أعود إلى الأقرب للناموس وإلى المتوجة وإلى البطلة وإلى القوية وإلى صاحبة المركز الأول، من تتواجد الشحانية. الشحانية ولحظت قدومها ووصولها إلى خط النهاية، معلنة الفوز والناموس ومعلنة بأنها محققة لأول المراكز. تالي التبريكات نزفها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، كما أن المضمر سالم بن جابر المباراة.